عشرات السنين وشعب البحرين يناضل دفاعا عن كرامته وحقوقه، لم يتوانى ولم يهن ولن يتنازل عن حقه وإن طال به السرى. انطلقت ثورة الغواصين في العام 1919 ضد الخليفيين وحماتهم المستعمرين في ذلك الزمن، ومع تقادم الأيام تتطور أساليب النضال التي ورثها الأبناء عن أجدادهم. تفجرت ثورة أخرى في العام 1922 حيث انتهج النظام آنذاك سياسة العمل بالسخرة، ومنذ ذلك الوقت وقبله قال البحرانيون كلمتهم كلا للاستعمار البريطاني وكلا للاستبداد الخليفي. توالت الحركات والثورات، فمن وثيقة المحرق إلى الهيئة التأسيسية في الستينات، مرورا بالاحتجاجات التي ترافقت مع خروج الاستعمار ظاهريا وما جرى في تأسيس الدولة، ومن ثم ثورة التسعينات وغيرها، وصولا إلى ثورة 14 فبراير التي قدم فيها البحرانيون الغالي والنفيس وكتبوا بدمائهم وعذاباتهم آل خليفة ما تحكمنا. النظام الخليفي هو جبل على الكذب وتعود على القمع وظهر على حقيقته لكل العالم بعقيدته الاستئصالية في قتل الأبرياء وتصفية المعارضين وإشعال الفتن الطائفية، لكن هذا وغيره لم يوفر لهم حكما هادئا ولا عرشا دائما. The first treaty of friendship was signed in 1820, nearly 200 years ago. And remained until replaced by a new one in 1971 on Britain's withdrawal from the Gulf, a unilateral decision which my father said, "Why? No one asked you to go." الحاكم الخليفي ندم على استقلال بلاده في العام 1971 وأبدى أسفه على رحيل المحتل البريطاني، ويكفي ذلك دليلا على أن الخليفيين لا ينتمون إلى الأرض وليسوا أهلا للحكم، فضلا عن أنهم مجرمين. الغزاة هم الغزاة، والمستعمر هو المستعمر، وسواعد الأبناء هي امتداد لسواعد الأجداد. حتى التحرر من المستعمر والمحتل والطغاة، الغزاة الخليفيين.